صباح الخير والعافية. قد ما نزل منشورات على أشياء كذب، البعض يقولون يعني بعد ما نشتري بعد ما نشتري، والبعض يقولون انت شلون جاي تبيع؟ اذا يا شغلة تقول عليها كذب. ابيع ما ابيع اكو الله رزاق، بس المهم خطية المسكينة اللي مجمعتهم دينار دينار ما يرحن عليها ببلاش، ما تصرف فلوس ببلاش، خطية على الخالي ببلاش، وهي مجمعتهم طلعان الروح. فالشي يخفف نمو الشعر او يقلل نمو الشعر كذب. ماكو شي يقلل نمو الشعر او يخفف نمو الشعر، ماكو هالشي كذب. شي يسمن خدود كذب، ماكو هالشي مستحيل. شي ينبت شعر للصلع كذب. شي ينحف الجسم ويسوي خصر ويسوي ما ادري شنو كذب. شي شد مال ترهلات مال صدر مال بطن مال ما ادري شنو 70% كذب. اكو شي 31% ممكن يشتغل على المدى البعيد. شنو بعد؟ خلي اتذكر هاي الاشياء اللي صرفون عليها، هاي الاشياء كلها عبارة عن كذبة بكذبة. معليش بالاعلانات، ومعليش بالمنشورات مال الفيسبوك والتعليقات مالتهم اللي مشترينها، معليش بيهن. عرفتيهن؟ مسمن عام، اكو مسمن عام تاخذين حبوب بالسمنين، عفتي الحبوب رجعت المعدة تقلصت ضعفتي، ايش راح يترك لك اثر؟ تشققات تصير بالجسم عندك، معدتك راح تتاذى من الحبوب اللي بلعتيها، كلياتك راح تتاذى من الحبوب اللي بلعتيها. فهاي الاشياء كذب. يعني انا راح اتخبل بالله العظيم، راح اتعجب كل ما انزل فيديو هسه هذا اليوم فيديو اقول مسمنات الخدود كذب، اليوم راح تجيني من 30 الى 40 رساله اريد مسمن خدود شي زين. ما اعرف مسمنات خدود كذب، شي ينبس شعر كذب، شي مخفف نمو الشعر كذب، شي ينحت ويسوي خصر كذب، كريم او دهن يزغر الخشم كذب. يعني شنو برامز وتحرقه وشو يعني تذوب الشحوم البي؟ اذا انتم مستعملين واحد من ذن اللي ذكرتهن اللي قلت عليهن كذب، اذا مستعملين واحد من عدهن واشتغل عندكم وكتبوه بالتعليق وكتبوا اسمه، خلي البقية يستفادون من عدة ويتواصل وياكم وياخذ صورته ويشتري. اما هاي بقية الاشياء اللي صرفون عليها، يعني بالقرآن انا شايفهم يعني اكو عوائل كلش تعبانة خطية. ابنية تحب تعتني بمظهرها، تحب تكون عندها خدود مثلا، تحب تكون عندها خصر، وتلمهن الف يما الف، بابا 2000 فلان فت 5000، تجمعهن كيفت فرحت جمعتهن بتعب، والله بتعب بمذلة، ان شاء الله الله ليذي الواحد على الفلوس. ها عيني تجمعهن بتعب مذلة تروح تشتري حاجة تطلع الحاجة كذب، فخطية والله خطية.